يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. فالغش كله حرام، ولكن هذا إذا كان يعني يقول إنه يغش غشا قليلا فهو يعني يسميه حراما قليلا، يعني وليس حراما كثيرا، لكنه لم يخرج عن دائرة الحرام، لم يخرج عن دائرة الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني.